يعني. بسم الله الرحمن الرحيم، بداية شكرا لك وتحية لك وتحية للكابتن صفوان المتواجد ويانا. انا يعني ما حبيت ارحب بالبداية لان انت يعني على مداتك شوف الضيف، لا انا شوف الضيف الاخر. فاهلا وسهلا بك حبيبي صفوان الكابتن، الله يحفظك. بالنسبة للاعب امين دخيل، يعني اعتقد كل لاعبين الان يعني بالعالم امنيته انه يلعب للمنتخبات العالمية. يعني بلجيكا يمكن قبل سنتين كان هو المصنف الأول عالميا، وهذا اللاعب هو نشأ بلجيكا، وقبل سنتين كان مفروض أيضا أنه من عرضوا علينا من كتان مع المنتخب الوطني، عرضوا علينا اللاعب أمين دخيل، وكانت الهيئة التطبيعية اللي بقيادة الأخ أياد بنيان، واتصلت بأياد بنيان نوجه له التحية، والرجل قال أني مستعد جدا لأنه أنا أعرف عائلة أمين الدخيل لأنه عمته كانت أحد بطلات العراق بألعاب القوى اللي هي الست دنيا سعدون. فاتصل أياد بنيان بأهل اللاعب وقالوا له هذا الآن هو مرتبط بعقد مع أحد يعني أجنت أو المسؤول عن يعني عن تحركات او تعاقدات هذا اللاعب. فاتصل حج اياد بالاجنت وبلغك الاتي يعني بالبدايه، قال الان هو عمره 20 سنه ما يقدر يعني بدنيا او هذا ما يقدر يلعب للمنتخبات الوطنيه، انطوه مجال خلوه انه يتطور اكثر مع الفريق، لكن هو رغبته انه يلعب لبلجيكا. وبالتالي هذا ما نقل لنا يا كابتن اياد بوقته على، وايضا يعني الشخص هو من حقه لانه نشأ هناك تدرج هناك ده يلعب الى منتخب يعني ما معناه من المنتخبات الاولى بالعالم. صح اصلا عراقي ويبقى محترم ونتمنى يلعب للعراق، لكنه تعرف هذه رغبه اللاعب يجب ان تحترم.